هل سبق لك أن ضللت الطريق في مدينة جديدة بدون نظام ملاحة؟ أو نفدت طاقة البطارية في حفل فرقتك الموسيقية المفضلة عندما كانوا على وشك تشغيل أغنيتك المفضلة؟ هاتان مجرد لحظتين من اللحظات العديدة التي تحتاج فيها إلى ألا يتوقف هاتفك عن العمل، ولكن بطاريتك لها رأي آخر. ماذا يمكنك أن تفعل للفوز بهذه اللحظات؟ ربما يكون أول شيء ستفعله هو إغلاق جميع التطبيقات التي تعمل عليها في الخلفية. يبدو أنها طريقة منطقية، لكنها في الواقع تجعل الأمور أسوأ فقط. عند إغلاق أحد التطبيقات ينفق هاتفك الكثير من طاقته الثمينة على إغلاق التطبيق ومحوه من ذاكرة الوصول العشوائي، وعندما تقرر فتح التطبيق مرة أخرى فسيتم إنفاق المزيد من الموارد لإعادة تشغيله. عندما تترك تطبيقاً واحداً وتبدأ في استخدام تطبيق مختلف، يتم تخزين أول تطبيق في ذاكرة الوصول العشوائي. إنه يجلس هناك بهدوء في حالة جاهز لإعادة التشغيل في الحالة نفسها تماماً، وسيعود إلى العمل دون إضاعة أي بطارية أو وقت أو بيانات إضافية. يحتوي هاتفك على آليات إدارة الذاكرة الخاصة به، سيؤدي ذلك إلى إغلاق التطبيقات التي لن تستخدمها لفترة طويلة والتطبيقات التي تستخدم بطارية أكثر مما ينبغي. تلك الخنازير الصغيرة الجشعة يمكنك مساعدة النظام على العمل بسلاسة وسرعة من خلال عدم محاولة القيام بالمهمة للهاتف والسماح له بتحديد التطبيقات التي يستمر تشغيلها في الخلفية. هل لديك صورة مشرقة من إجازتك الأخيرة كخلفية على هاتفك؟ ليس الأمر واضحا جدا، ولكن هذه الصورة قد تكون في الواقع سبب فقدان البطارية بشكل أسرع من أي وقت مضى. تحتوي العديد من الهواتف الجديدة على شاشة أوليد. عند تعيين خلفية داكنة لن تضطر إلى إهدار الطاقة في إضاءة وحدات البكسل السوداء، لذا فكلما كانت المناطق المظلمة أكبر على الشاشة قل استهلاك البطارية. يمكنك أيضا تشغيل الوضع الداكن، يمكن أن يزيد من طاقة بطارية هاتفك أو جهازك اللوحي قليلا. يمكنك اختيار تفعيله عند غروب الشمس أو شروقها تلقائيا كل يوم. إذا قمت بتشغيل الوضع الداكن فستنتهي بك الأمر مع صورة آيس كريم بالشوكولاتة على هاتفك، من الأفضل تخطي ذلك. أحد الحلول التي تساعد دائما سواء على الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة هو ضبط سطوع الشاشة. يمكنك إلغاء تنشيط وضع السطوع التلقائي لحفظ بعض الطاقة، يتم تقديمه لك من خلال مستشعر الضوء الذي ينفق المزيد من الطاقة في جمع وتحليل البيانات حول المناطق المحيطة بك لاختيار مستوى الإضاءة المناسب لك. يمكنك تعطيم سطوع الشاشة يدويا إلى مستوى مريح وعدم إهدار الطاقة في شيء لا تحتاجه حقا. يمكنك أيضا تقصير وقت القفل التلقائي إلى الحد الأدنى. كلما أغلقت الشاشة سريعا عند عدم استخدام الهاتف قلت الطاقة التي يستهلكها. المهلة الافتراضية هي 30 ثانية في معظم الهواتف، ولكن يمكنك خفضها إلى 15. أسرع بمرتين، يمكن أن يكون ذلك موفرا كبيرا للطاقة بالنسبة لك. هل تحب شحن هاتفك من 0 إلى 100%، أو ربما تدعه يشحن شحنا إضافيا بعد أن يصل إلى علامة 100%؟ أنت لا تقدم أي شيء جيد لبطاريتك من خلال هذا التصرف. يقول الخبراء إن النطاق الأفضل يتراوح بين 25 إلى 85%. إذا كنت تريد أن تدوم بطاريتك لفترة أطول وتعيش حياة أكثر صحة، إذا تركت بطارية الليثيوم آيون تنخفض إلى 0 طوال الوقت ثم أعدت تشغيلها مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تآكلها بشكل أسرع من المعتاد. حل آخر ممكن لبطاريتك الفارغة وهو شاحن محمول. إنه متوفر بجميع الأشكال والألوان والأحجام الممكنة، تحتاج فقط إلى تحديد مقدار القوة التي تريدها منه. هناك طرازات يمكن أن تساعد هاتفك في الاستمرار حتى نهاية اليوم، وبعض الموديلات الأقوى التي ستبقيك مغطى طوال عطلة نهاية الأسبوع. ستحتاج إلى شحن البطارية المحمولة قبل أن تتمكن من تغذية هاتفك، ولكن لا تفرط في ذلك. لا تشحنها إلا عندما تكون على وشك استخدامها، لأنه كلما زادت القوة التي تمر بها كلما كانت مدة خدمتها أقصر. عادة ما تدوم النماذج الأصغر والأكثر تكلفة من 200 إلى 300 دورة. إذا كنت لا تستخدمه كثيرا على الأقل اشحنه مرة كل 3 أشهر للحفاظ على البطارية نشطة. ونعم، من الآمن تماما استخدام هاتفك أثناء شحنه من بطاريتك الخارجية الجديدة. هل حاولت بالفعل شراء حافظة شحن لجهازك المفضل؟
إنه خيار مثالي لك إذا كنت تقضي الكثير من الوقت بعيدا عن منفذ الكهرباء، ولكن مرة أخرى جميعنا نفعل ذلك، كما أنها لا تشغل أي مساحة إضافية في حقيبتك على عكس البطارية الخارجية، ومع ذلك فإنها تجعل الهاتف نفسه أكبر حجما. إذا كنت تريد هيكلا أكثر قوة فيجب أن تكون مستعدا لأنه سيكون أكبر وأثقل من الطرز الأخرى. وبالطبع عند اختيار الحالة المثالية لا تذهب للاختيارات الأقل سعرا، يمكن أن يؤدي التراجع في الجودة إلى إتلاف هاتفك أو بطاريته بشكل خطير. لقد سمعت أن أجهزة الشحن اللاسلكية الفاخرة هذه يمكن أن تضر بطاريتك أيضا، لكن يبدو أن ذلك ليس بهذه البساطة. شحن البطارية بأي شكل من الأشكال لاسلكيا أو سلكيا يؤدي إلى تقادمها قليلا. يمكن للحرارة أن تجعل عملية التقادم أسرع وتقلل من عمر البطارية. عندما تضع هاتفك على شاحن لاسلكي فهناك احتمال كبير أنه لن يكون في المكان المناسب تماما. حتى إذا قمت بمحاذاة جميع الملفات الموجودة في الشاحن والهاتف الذكي سينتهي الأمر بحوالي 80% فقط من الطاقة في بطارية هاتفك، وهذا هو أفضل سيناريو محتمل. سوف يتحول الباقي إلى حرارة، وهو بالتأكيد ليس على قائمة أفضل أصدقاء بطاريتك. وعلى الجانب المشرق تأتي أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية مع مروحة تبريد للحد من تلك الحرارة، ومن المفترض أن تتحسن بشكل أفضل في المستقبل، لذلك لا داعي للقلق بشأن أمان هاتفك. أنا متأكد من أنك تعلم أن تشغيل وضع الطائرة على هاتفك هو أسهل طريقة لتوفير بعض الطاقة الثمينة في بطاريتك، ولكن هل سبق لك أن حاولت القيام بالشيء نفسه مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك؟ إنه مثل إطفاء الضوء في الغرفة التي لا تستخدمها حاليا. إذا كان عليك إنهاء نص أو عرض تقديمي مهم ولديك جميع البيانات التي تحتاجها في المستند، فأنت لا تحتاج حقا إلى أن يكون لديك يوتيوب وفيسبوك وغرفة الدردشة المفضلة لديك في الوقت نفسه، أليس كذلك؟ ستشتت انتباهك التحديثات فقط وستعمل البطارية بشكل أكبر. على نظام ويندوز يمكنك ببساطة تفعيل وضع الطائرة من علامة التبويب في الصفحة الرئيسية. لا تحتوي أجهزة ماك على هذه الوظيفة، ولكن يمكنك فقط إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث وخدمات الموقع، إنها متشابهة إلى حد ما. الآن إذا كان تشغيل وضع الطائرة رائعا جدا، فإن إيقاف تشغيل الهاتف تماما يجب أن يكون أفضل، أليس كذلك؟ ليس حقيقيا، لن تفي بالغرض، خاصة إذا كنت تخطط لاستخدامه مرة أخرى في غضون ساعة أو نحو ذلك. يأخذ كل شيء، تشغيل، إيقاف، تشغيل، الكثير من طاقة البطارية. في مرحلة ما لن تضيء شاشة هاتفك بعد الآن، لأنك أثناء محاولتك توفير الطاقة استنفدت البطارية تماما. هل نظام التشغيل الخاص بك محدث؟ إنها ليست مجرد حبكة تسويقية اخترعها المصنعون، إنهم في الواقع يقومون بتحسين نظام التشغيل باستمرار. سيحتوي أحدث إصدار دائما على تصحيحات وإصلاحات لجميع أنواع المشكلات ما في ذلك صحة البطارية، وتعمل أنظمة التشغيل الأحدث بشكل أفضل مع أحدث التقنيات. يجب تنزيل معظم التحديثات تلقائيا، ولكن إذا رأيت أي شيء جديد عند التحقق يدويا فقط تحصل عليه، فسيحبه هاتفك. عند تثبيت تطبيق جديد فإنك توافق غالبا على كل شيء، لأنه لا يمكنك الانتظار لتجربته. مذنب حسب التهمة الموجهة، لذا تحقق جيدا مما إذا كنت قد قبلت تلقي الإشعارات والتنبيهات من تطبيقات مختلفة. اترك فقط ما تحتاجه حقا مثل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. يمكنك فقط تعطيل العناصر غير الضرورية في إعداداتك. يمكن أن يمنحك قسم البطارية في إعدادات هاتفك بعض التلميحات الإضافية حول كيفية توفير الطاقة. تحقق من التطبيقات الأكثر استهلاكا للطاقة بمجرد تحديد هؤلاء الأشرار. ابحث في الإعدادات الخاصة بكل منهم. يمكنك محاولة تعطيل تحديثات الخلفية الخاصة بهم. تقوم بعض التطبيقات خاصة تلك المختصة بالأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بتحديث البيانات دون علمك أو مطالبتك بذلك، لكنك الآن تعلم.